إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج بسلام آمنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة السعودية. بسلام آمنين في هذا المساء نبدأ حلقتنا اليوم بانطلاق أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية تحت عنوان قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية، بمشاركة عدد من العلماء والأطباء. ولن نخرج عن مكة المكرمة والحج والحجاج في هذا البرنامج، فلدينا أيضا الفيلم الوثائقي لك الحمد، وهو عمل فني يتحدث عن قصة 73 يوما من تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي بسبب جائحة كورونا، والمخالفين لأحكام الأنظمة الصحية واللوائح من الحجاج والطاقم الطبي والمراكز الصحية. سنلتقي أيضا أو سنلقي الضوء عليهم وعلى ما يقوم به فريق العمل بإدارة الالتزام لوزارة الصحة لموسم حج هذا العام 1441 للهجرة، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة دقائق تفرق مع الهلال الأحمر والمشاعر في صورة، ولدينا أكثر في حلقة اليوم بإذنه تعالى. تابعونا وحتى السادسة إن شاء الله، فأهلا بكم. خبر الندوة الكبرى للحج بحضور المسؤولين. انطلقت اليوم أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية تحت عنوان قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية، بمشاركة عدد من العلماء والأطباء. في ظل هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، قدم فيلم لك الحمد للأجيال والتاريخ، ولأن الحمد مفتاح النعم فاللهم لك الحمد. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. اللهم لك الحمد، لك الحمد عادت إلينا الحياة. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. أهلا بكم في فيلم قصير بعنوان لك الحمد، وتزامنا مع جائحة كورونا التي شهدها العالم وما زلنا نعيشها. المسجد النبوي وثق هذه المرحلة من تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، وقد نشرت في وقت سابق أو قد نشرت في وقت سابق وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف عرضا لهذا الفيلم السينمائي الفريد من نوعه، والذي لامس قلوب الكثيرين ممن شاهدوه.
للمزيد حول التفاصيل وعن الفيلم ينضم لنا الوكيل المساعد للعلاقات العامة والشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمسجد النبوي الأستاذ جمعان العسيري. أهلا وسهلا فيك أستاذ جمعان، سعداء أن تكون معنا اليوم. أهلا وسهلا وحياكم الله وسعدنا بوجودنا في مقر تلفزيوننا المبارك. أستاذ جمعان، أبدأ معك الحديث عن الأهمية، أهمية المسجد النبوي، أهمية المكان تحديدا. طبعا عندما نتكلم عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة المباركة التي كانت فتحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت منطلقا لدعوته عليه الصلاة والسلام التي أنارت العالم وشع نور الإسلام من المدينة المنورة، ولما يحظى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة في قلوب العالم الإسلامي أجمع، كان العالم ينظر لهذا المكان ولهذا المسجد المبارك، هذا المسجد الذي هو ثاني الحرمين الشريفين، وهو من المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، هذا المسجد الذي الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، ولهذه المكانة العظيمة في قلوب المسلمين، والناس كانوا يترقبون لما سيحصل في المسجد النبوي ويحذون حذو العمل الذي يقام في المسجد النبوي. أستاذ جمعان، جهود الرئاسة العامة أو وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهود جبارة وواضحة وجلية، خصوصا في أزمة كورونا تحديدا ضمن التحديات أو عطفا على ما واكبتها من تحديات مرت بها وكالة الرئاسة. أبغى أعرف منك الفكرة اللي نشأت من خلالها هذه الفكرة، أو كيف جاءتكم الفكرة من توثيق تلك المراحل، مراحل إيقاف المصلين مثلا في المسجد النبوي وجائحة كورونا بشكل عام وما ألقت به من ظلال على المسجد النبوي؟ طبعا في بداية الأمر جميع التعليمات اللي كنا نستقيها من الجهات العليا والجهات المسؤولة كوزارة الصحة، فكان فيه يعني تعليمات نمشي عليها ونسجل يوميا جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في المسجد النبوي وتوثيقها ورقيا، ونبعت فكرة أن يتم توثيق هذه الإجراءات الاحترازية لأنها كانت على أعلى مستوى في التدرج، يعني ليس من السهل أنك يعني تبدأ مباشرة، كنا نتدرج في الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الإخوة الكرام في وزارة الصحة وفي الجهات المعنية وفي إمارة المنطقة مشكورة وفي الرئاسة بمكة، كنا نتدرج في الإجراءات الاحترازية تدرجا بحيث أنه كل الإجراءات هذه تكون مقبولة لدى الناس، وبفضل الله عز وجل وجدنا التجاوب من الناس. جاءت فكرة توثيقها من خلال هذا الفيلم الذي يوثق هذه الأحداث لأهمية هذا الحدث التاريخي الذي في الفترة الأخيرة في العصور الأخيرة لم يحدث حدث مثل هذا الحدث، فكان لزاما علينا توثيق هذا الحدث، وبفضل الله وفقنا الله عز وجل من خلال التوثيق الورقي إلى توثيقه كفيديو مشاهد يتم من خلاله توثيق جميع الإجراءات الاحترازية سواء في السقيا أو في فرش المسجد النبوي أو في التباعد أو في كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وخرج هذا الفيلم بفضل الله عز وجل يلامس مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم لينقل لهم هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية واتخذتها بكل شفافية وبكل وضوح، وكان هدف خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية هو سلامة المصلين والمواطنين. صحيح. والمقيمين على شكل بشكل عام. بلا شك العمل سينمائي هذا يعني كتابة نص، ورشة عمل، استخدام معدات معينة من حيث الكاميرات وآلية عمل معينة. أنا أبغى أتكلم معك عن التفاصيل يعني والمدة أيضا اللي استغرقتوها في عمل هذا الفيلم. طبعا بعد أن تم الموافقة على الفكرة تم الاستعانة بإحدى الشركات العالمية، وهذه الشركة يعني حقيقة جاءت بطاقم فريق وأجهزة على أعلى مستوى لأنها تعرف قيمة الحدث وتعرف قيمة المكان الذي سيتم الحديث عنه وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف الأثر الذي سيترتب على هذا الفيلم وكثرة متابعيه في العالم أجمع يعني. ثم بدأت أخذ الموافقات والإجراءات المختصة الخاصة بالفيلم وبالإجراءات الخاصة به،
ثم بدأنا في التصوير قرابة الشهرين، طبعاً 7 أيام تصوير في فترة من الفترات، وفترة بعد العودة 7 أيام، لكن الإعداد والتجهيزات استغرقت قرابة الشهرين إلى 3 أشهر تقريباً. جميل جداً. هذا الفيلم سيكون شاهد على التاريخ، شاهد على العصر كما يقال. أبغى أعرف تطلعاتكم المستقبلية في المرحلة القادمة فيما يختص بهذا الفيلم تحديداً. طبعاً الفيلم انطلق قبل قرابة الأسبوع ولاقى رواج ولاقى قبول عند الكثير. جاءتنا اتصالات من العالم الإسلامي يعني تشكر على هذا المنتج وهذا المخرج الجميل الذي يعني حقيقة هو لامس المشاعر ملامسة حقيقية، فسيتم الترويج له من خلال التسويق له. ثم النقطة الأهم بالنسبة لنا هذه تدخل ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، سيتم ترجمة هذا الفيلم مبدئيا إلى 5 لغات ليصل إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين. الآن وين هو متاح في العرض؟ الآن متاح في اليوتيوب ومتاح في موقع الوكالة وموقع الرئاسة. جميل. ولأي أحد يستطيع أن يدخل ويكتب فيلم لك الحمد مباشرة يستطيع أن يشاهد هذا الفيلم وهذا المخرج الجميل. جميل. المرحلة كانت ملحة وبالتالي خرجتم بهذا الفيلم السينمائي الذي تشكرون عليه، هل هذا يعني أنه سنشهد مثلا سلسلة من الأفلام السينمائية في الجانب التوثيقي تحديدا؟ بإذن الله عز وجل الآن الفترة القادمة بعد هذا العمل طبعا يعني يعتبر شيء بفضل الله. طبعا الكلام نحن نتكلم أن لولا فضل الله عز وجل صحيح، ولولا جهود الدولة المشكورة والمباركة في دعمنا وتشجيعنا وتحفيزنا لما كان هذا العمل الجميل. فنحن نريد أن نحافظ على المستوى الذي وصلنا له من خلال إعداد أفلام توعوية توجيهية، لأنه كثير من الناس يحتاجون أو المسلمين يحتاجون إلى التوجيه ومعرفة أمور دينهم. مثلا على سبيل المثال آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. كيف لما يأتي من بلده كيف يستطيع، ما هي الأعمال التي يقوم بها عند زيارة المدينة المنورة وعند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزملاء في الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوكالة الرئاسة مشكورين جزاهم الله خير، قاموا بإعداد قرابة 12 فيلم. هذه الأفلام تتعلق بكل ما يتعلق بالمسلمين في أثناء زيارتهم للمسجد النبوي، وثم يعقبه فيلم آخر إن شاء الله لعلنا نسبق الأحداث، لكن سيكون فيلم إن شاء الله ثاني 2 بإذن الله يكون له صدى أكبر، وهو عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوية، ونناقشها من ناحية تطبيقها واقعيا في حياة المسلمين، لأن ما نفتقده الآن ويفتقده كثير المسلمين هو تطبيق هديه عليه الصلاة والسلام في تعامله في أخلاقه في جميع معاملاته عليه الصلاة والسلام على أرض الواقع. جميل جدا. أستاذ جمعان، يعني اسمح لي في هذا السؤال، لماذا اتجهتم في وكالة الرئاسة لهذه الخطوة، خطوة عمل الأفلام الوثائقية السينمائية؟ طبعا مواكبة للعصر الآن هو يعني حقيقة مهما يعني تعرض من المقروء يشدهم كثيرا الشيء المشاهد، لأن وسائل التواصل الآن أصبحت تصل بأسرع وقت وجميع أنحاء العالم. فاتجهنا لهذا الباب ولهذا الجانب لأهميته ولسهولة وصوله عبر وسائل التواصل، وهذا يعني نعتبره من توفيق الله لنا. خطوة تحسب لكم مواكبة متطلبات العصر ومعطياته كذلك. لكن اليوم ماذا عن جهود الوكالة الحالية في التصدي لجائحة كورونا بشكل عام، خصوصا أن المرحلة هذه ترفع شعار نعود بحذر بعد عودة الحياة إلى طبيعتها؟ طبعا طبعا الوكالة يعني هي تمشي بإجراءات احترازية مرسومة بالتنسيق مع جميع الجهات العليا وبالأخص وزارة الصحة، فكل الإجراءات التي نقوم بها نحاول في المستقبل القريب أن يكون على أعلى مستوى ونتدرج في ذلك إلى أن تعود الأوضاع بطبيعتها كما كان قبل ذلك. الإجراءات لا زالت عالية، تتبعنا للأجهزة الموجودة في الأسواق يعني حتى نحاول بقدر المستطاع أن نلبي جميع يعني بحيث أن المصلي يأتي للصلاة نمكنه من أداء العبادة ونيل الأجر، وفي نفس الوقت يعود إلى بيته وهو آمن سالم معافى لم يصب بأي مكروه، وهذا طموحنا وهذا طموح دولتنا المباركة، ونسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمين. أستاذ جمعان، يعني اليوم إذا ما تحدثنا عن بعض الممارسات اللي أنت حاب توعي الناس فيها، الناس اللي قاعدة تحضر للمسجد النبوي وعندهم بعض الإشكاليات أو بعض الممارسات الخاطئة، خليني أقول لك، اللي لا تحقق هذا الشعار نعود بحذر، إيش حاب تقول لهم؟ طبعا الناس بطبيعتهم يحبون الخير صحيح، ولما يكون الخير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد الخير خير.
لكن واجب علينا أخذ الاحتراز والإجراءات الاحترازية على أعلى أهمية. فكون الإنسان يأتي بإفطار مثلا في خاصة في هذه الأيام التي الناس حريصون على الصيام فيها وكذلك في يوم عرفة، نريد من الناس أنه يأتي بفطوره هو لوحده ولا يأتي يعني يحمل الأطعمة إلى مسجد رسول الله خوفا على صحة الناس، كذلك جلب الأطفال وهذا يعني حقيقة في خطر كبير على صحتهم وسلامتهم. صحيح. في الأيام الحالية الآن لا نستطيع أن نستقبلهم خوفا عليهم وعلى صحتهم. كونهم المصلين يعني حقيقة لمسنا منهم تعاون إلى على أعلى مستوى، لو أقول لك أنه لم نلحظ بفضل الله أي إجراءات يعني مخالفة هذا فضل من الله عز وجل، ومدى الوعي الذي وصل له المصلون فلهم منا جزيل الشكر والتقدير سواء من أهل المدينة أو من زوار المدينة المنورة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأن يحفظهم سالمين غانمين وأن يمكنهم الله عز وجل من عبادتهم بكل يسر وسهولة. اللهم آمين. إحنا بدورنا نتمنى لكم كل التوفيق. الوكيل المساعد للعلاقات العامة والشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمسجد النبوي الأستاذ جمعان العسيري، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. تأذن لي بأن أقدم شكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي ما آلت جهدا في بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الحرمين الشريفين. صحيح. وكذلك الشكر موصول لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه ولمعالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس ولفضيلة وكيل الرئيس العام ولزملائنا العاملين الذين حقيقة يعملون من قلب، لأنه حقيقة العيش في أجواء المسجد النبوي هذه حياة أخرى. شكرا جزيلا لحضورك أستاذ جمعان. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. أهلا بكم. المشاعر في صورة، صاحب أفضل صورة لحج عام 1440 للهجرة، تم تكريمه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل حفظه الله بالمركز الأول من بين 20,000 مشارك، وحصل على المركز الثاني في جائزة مسابقة البابطين، وحاصل على المركز الرابع في مسابقة جامعة الملك خالد. لذلك سنشاهد هذا التقرير عن المشاعر في صورة مع المصور سعود العنزي ومن ثم نعود. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أخوكم المصور سعود بن خالد مسيهيج العنزي صاحب أفضل صورة لحج عام 1440 هجريا. أولا أبدأ في كنت أتنقل من بين عرفة واحد لعرفة اثنين، كانت معي معداتي بالتصوير اللي هي الكاميرا والعدسات، فكنت متجه إلى عرفة اثنين وقاعد أشوف أي شيء قدامي يعني أصور، يعني هذا يعني الأمانة شرف لي إني أخدم ديني ووطني. وأثناء الحج للمشاعر المقدسة يعني للأمانة شيء جميل جدا، وأنا متجه للعرفة اثنين شدني موقف رجل الأمن للأمانة مع الرجل الآسيوي المسن، فللأمانة أخذت الكاميرا وقعدت ألتقط الصور. فمن أفضل الصور اللي أنا عجبتني كان رجل الأمن حامل الحاج ويتبادلون ابتسامة، للأمانة كان شيء إنساني شيء يفرحني أنا كمصور أني أطلع بلقطة مثل اللقطة هذه، للأمانة يعني كان شيء جميل جدا ويعجز لساني عن وصف اللي أنا أشوفه من قبل رجال الأمن تجاه ضيوف الرحمن. فبعد ما انتهيت من التصوير بيوم عرفة وانتهى يوم عرفة، حبيت أني أشارك في مسابقة أمارة منطقة مكة مكرمة للإعلام الجديد، حبيت أني أشارك في الصورة كمشارك فقط لا غير، يعني ما كان يعني ما كنت متوقع أني راح أحصل على المركز الأول. ففي اليوم الثاني كنت جالس مع أحد الزملاء كان
سولف معي عن التصوير وعن مجالي بشكل عام، فقال لي أنا في صورة أثرت فيني ودي أني أوريك إياها أنت كمصور، إيش رأيك بالصورة؟ فقلت سمى أبشر ورني الصورة. وراني الصورة، مسكت الجوال، قال لي إيش رأيك بالصورة؟ فقعدت أطلع بالصورة وأبتسم له، قال لي إيش فيك تبتسم يعني الصورة قولك جميلة أثرت فيني. قلت لها تعرف من المصور أنت اللي صورها؟ قال لي لا والله ما أعرف، كنت أنا اللي صورت الصورة. فابتسم وكان بنفس الوقت يعني مو متقبل كلامي، يعني يقول لي بالله أنت اللي صورته. فطلعت حسابي بتويتر قلت مشارك في المسابقة حقت أمارة منطقة مكة وفالي التوفيق إن شاء الله. دخلت كمشارك فقط. ثاني يوم العيد بدأ الحفل، فجأة المركز الأول كأفضل صورة إنسانية من بين 20,000 مشارك، حصل على المركز الأول سعود بن خالد مسيهيج العنزي. فطلعت أنا يعني كنت فرحان يعني مني طلعت بعد بالمركز الأول يعني. فاتجهت سمو سيدي سلمت عليه صافحني وكرمني بدرع تذكاري وعلى على الصورة اللي انتشرت. للأمانة هذا بفضل من الله ثم دعوة والديني ودعم زملائي وابناء عمومتي وأخواني المصورين وأخواني المشاهير، ولله الحمد أنا وصلت لمرحلة يعني أفتخر بأني أخدم ديني ووطني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أهلا بكم. عملية فحص العاملين للوقاية من فيروس كورونا قبل توافد الحجاج على مشعر منى. عمليات الفحص للوقاية من فيروس كورونا تجري على قدم وساق للعاملين على خدمة الحجيج. نشاهد هذا التقرير من التواصل الحكومي ومن ثم نعود. لبيك اللهم لبيك، لبيك. المرحلة الأولى يتم استقبال جميع العاملين الذين يعملون لخدمة ضيوف الرحمن وتعبئة البيانات اللازمة والتأكد من إجراءات الصحية، وذلك بالتباعد ولبس الكمامات ووجود المعقمات في السكن وقر العمل، ومن ثم الانتقال للمرحلة الثانية وذلك بعمل المسحات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من أعراض كورونا وانتظار النتائج والتي تظهر خلال 24 ساعة. في حال ظهور أي عرض من أعراض كورونا لدى العاملين يتم استبعاده من مقر العمل وعمل مسحة أخرى للعاملين المخالطين له للتأكد مخلوة من أي عرض. المهنة تم فحص العاملين في يوم 1 ذو الحجة ومن ثم 4 من ذو الحجة وإن شاء الله في يوم 6 من ذو الحجة. تعد مخالفة الأنظمة الصحية والتشديد في إيقاع العقوبات بحق الحجاج والطاقم الطبي والمراكز الصحية للأنظمة واللوائح يقوم بها فريق العمل بإدارة الالتزام مكملة لمنظومة جهود وزارة الصحة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد المحسن العتيبي مدير عام الالتزام بوزارة الصحة. أستاذ عبد المحسن أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكون معنا اليوم. في البداية بودنا يعني نتحدث عن الإجراءات الاحترازية عند نقل الحجاج أو عند تنقل الحجاج بين المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبارك عليكم هذه العشر الكريمة أنتم وجميع المشاهدين. ضيوف الرحمن تتم لهم إجراءات صحية دقيقة ابتداء من تقريبا 21 ذي القعدة، تشمل الإجراءات الفرد البصري وأخذ مسحة الفحص المخبرية وأيضا تركيب الاستوارة الإلكترونية وتفعيل تطبيقي تباعد وتطمن الذين يضمنان بإذن الله المتابعة الدقيقة للتباعد والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضا هناك تطعيمات محددة تعطى لضيوف الرحمن لتحصينهم من أمراض محددة.
هذه كل الإجراءات تتم بإشراف من مسؤولي وموظفي أبطال الصحة قبل القدوم إلى مكة في يوم الثامن من ذي الحجة بإذن الله. بإذنه تعالى. فيما يختص بالقادة موظفين الصحة، ما هي الإجراءات الاحترازية الخاصة بهم؟ طبعا للتوضيح، القائد الصحي هنا في الحج هو مقصود فيها الممارس الصحي. نعم. وهو بطل من أبطال الصحة الذي توكل له مهام بلا شك الفرز البصري ومتابعة الاشتراطات الصحية التي أسلفنا في ذكرها، والتزام ضيوف الرحمن بالإجراءات الوقائية كاستخدام الكمامة وغسل اليدين والتباعد، وأيضا من مهام إبلاغ الجهات ذات العلاقة إذا وجد فعلا حالة مؤكدة للإصابة لا سمح الله أو اشتباه. نعم. فيما يختص بالمخالفات الصحية للحجاج والطاقم الطبي والمراكز الطبية، ماذا عنها؟ نحن بإذن الله بما يخص المخالفات اللي ربما تنتج عن بعض الممارسات من الحجاج أو ضيوف الرحمن، بإذن الله إحنا ننأبل بضيوف الرحمن عن مثل هذه المخالفات، ولكن للتأكد إن حصل مثل هذه المخالفات كعدم الالتزام بالإفصاح أو عدم الالتزام بالإبلاغ عندما تحصل هناك مخالطة لحالة مؤكدة أو ظهور أعراض أو نحو لا سمح الله، تكون هناك مخالفات يبلغ عنها للقائد الصحي أو عن طريق 937، ويكون عليها إجراءات وعقوبات حسب الأنظمة الصحية وأنظمة المشرع بالبلد التي ضمن هذه الأزمة. أما بما يخص مخالفات المؤسسات الصحية والممارسين الصحيين، هناك اشتراطات تشغيل واضحة ومحددة أعدت وتنفذ لتشغيل هذه المؤسسات الصحية وفق هذه الأزمة ووفق أيضا إجراءات الحج. كل ممارس وكل مسؤول في هذه المؤسسات الصحية له مهام واضحة وموكلة له. من لا سمح الله يتخلف أو يهمل عمدا ستطبق هناك العقوبات، ولكن بإذن الله لا نعتقد أنها تحصل بشكل بارز. أيضا هناك الخطأ وارد. صحيح. والرقابة المستمرة على عمل الممارسين وعمل المؤسسات الصحية تحد من هذا الخطأ بنسبة كبيرة بإذن الله. جميل جدا. ولكن كيف هي طريقة الإبلاغ عن المخالفات الطبية؟ المخالفات الطبية أثناء الحج وداخل المشاعر نحث جميع الحجاج وضيوف الرحمن و العاملين في تلك المشاعر سواء من منسوبي وزارة الصحة أو منسوبي الجهات الأخرى المشاركة وفقهم الله جميعا، أن يتم التبليغ للقائد الصحي في الحج المشارك مع كل مجموعة حجاج أو أقرب أو على الرقم 937 وهو مركز البلاغات لوزارة الصحة. نعم. جميل جدا. الأستاذ عبد المحسن العتيبي، مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك على هذا التداخل. شكرا أستاذ عبد المحسن. للأمانة يعني أبطال الصحة والقطاعات الأخرى من زملائهم المشاركين، قطاعات الدولة الأخرى المشاركين سواء كانوا في حج هذا العام أو منذ بدء جائحة كوفيد 19 كورونا، أنتم مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا. إحنا طالعين فاصل قصير ومن ثم راجعين إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذه الحلقة. مكة المكرمة ومن مركز العمليات الأمنية 911، حيث يقوم مركز العمليات الأمنية الموحد في المملكة العربية السعودية بدور محوري للتنسيق الجهود التي تقدم لخدمة حجاج بيت الله الحرام. للحديث أكثر عن دور هذا المركز ننتقل الآن مع زميلنا بهاء عسكر من مركز العمليات الأمنية 911. بهاء، مساء الخير. كيف هي الأوضاع عندك؟ كيف الاستعدادات بشكل عام؟
مساء الخير محمد، ومساء الخير لكافة مشاهدينا الكرام. كما ذكرت محمد، فعلا هنا هذا هو مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 الذي يتلقى كامل البلاغات الخاصة بالقطاعات الأمنية وكذلك القطاعات الخدمية. جميل. لمكة المكرمة وكافة محافظاتها. وهذا المركز يقع فيها على مقربة من المشاعر المقدسة، من مشعر عرفات ومن مشعر مزدلفة. هذا المركز في هذه الفترة تكون له آلية عمل إضافية، وهي أعمال الحج وخدمة الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام. في هذه اللحظات مكة المكرمة تشهد أجواء غائمة، وخاصة المشاعر المقدسة. لذلك الطريق المؤدي إلى الكر وإلى الهدى هو مغلق ما بين مكة المكرمة والطائف، ولكل من أراد التوجه إلى الطائف التوجه عبر طريق السيل. فهذا المركز أيضا يتلقى العديد من الاستفسارات حول الأمطار وحول الطرق المغلقة. يعني ما شاء الله هنا الزملاء في المركز 2000 شخص يعمل في هذا المركز، لديهم سعة صدر حقيقة يشكرون عليها وعلى ما يقدم هذا المركز. وسنلتقي مع سعادة النقيب ناصر بن علي الغامدي مدير شعبة العمليات. سعادة النقيب ناصر، أحييكم على سعة الصدر هذه، وأقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أرحب فيك والسادة المشاهدين في مركز العمليات الأمنية 911 بمنطقة مكة المكرمة. نحن والله الحمد في المركز نستقبل جميع أنواع البلاغات، سواء كان منها الأمنية أو حتى الاستفسارية أو الإنسانية منها. جميل. في هذه الفترة وخلال بدء موسم الحج، الآلية التي تعملون بها خلال هذه الأيام؟ طبعا المركز والله الحمد مستعد طوال العام على مدار الساعة لاستقبال جميع أنواع الاتصالات. يتم تمرير البلاغات إلى الجهات المعنية، ثم إلى القوى العاملة في الميدان لمعالجتها. فيما يخص الحج يتم التنسيق ولله الحمد يعني فترة سابقة، شهور سابقة لموسم الحج. المركز مر ومنذ تدشينه 4 مواسم للحج تقريبا، ويعني في ال4 مواسم ولله الحمد يعني أثبت نجاحه من خلال استقبال كم هائل من الاتصالات. ففي عام 1440 في موسم الحج استقبلنا أكثر من 1,300,000 اتصال، أي ما يقارب في اليوم الواحد 100,000 اتصال. من اللغات التي يخدمها المركز كم عدد اللغات؟ عندنا طبعا 7 لغات. طبعا يتميز المركز بالتقنية الحديثة التي تساعد في اللي هو تمرير البلاغات إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى الكادر البشري من الجنسين المتمتع باللغات العديدة العالمية. موسم حج هذا العام، وخاصة أن الإجراءات الصحية في هذا العام مقننة وإجراءات دقيقة جدا، هل لديكم جديد يقدم في مركز العمليات الأمنية الموحد هنا لهذا العام؟ طبعا إذا كنت تسأل عن الكادر الموجود لدينا، طبعا يتم الالتزام بالإجراءات الصحية من لبس كمامة وتباعد وما إلى ذلك. خدمات جديدة تضاف؟ هل هناك خدمات أضيفت في هذا العام؟ تضيف طبعا إضافة المناديب من الجهات سواء الأمنية أو الخدمية، ليسهل من يعملون طبعا تحت سقف واحد، وهذا طبعا يسهل في متابعة البلاغات وكذلك سرعة معالجتها. المناديب الذين ذكرتهم، جميع من هم يعملون هنا هم من مركز العمليات الأمنية الموحد، المناديب يتم لهم أيضا مكاتب واستقبال اتصالات؟ نعم صحيح، سواء المناديب الجهات الأمنية كما ذكرت أو حتى المناديب الجهات الخدمية الأخرى مثل الأمانات وغيرها. نقيب ناصر، أنا علمت منكم الآن أن طريق الهدى مغلق ووردتكم اتصالات استفسارية عن ذلك. في هذه الفترة التعاون ما بينكم وبين هيئة الأرصاد وأيضا الدفاع المدني؟ نعم طبعا نحن نعمل في قالب واحد، خصوصا في مهمة الحج. تردنا التنبيهات من الزملاء المتواجدين في الميدان، وعلى أثرها طبعا يتم الإجابة على استفسارات سواء المواطنين المقيمين المتصلين على الرقم الموحد 911. سعادة النقيب ناصر بن علي الغامدي مدير شعبة العمليات، شكرا لك، وشكري لجميع العاملين هنا، أنقله عبر التلفزيون السعودي ومن التلفزيون السعودي لكافة العاملين. حقيقة لديكم ميزة يقدمها هذا المركز، هو متابعة البلاغات أيضا. كذلك بعد البلاغ يتم المتابعة مع المبلغ.
العفو منك. طبعا نحن نتابع حتى بعد الانتهاء من البلاغ، يتم إرسال رابط إلى المبلغ لأخذ الرأي في البلاغ، وهل كان هنالك، هل هو راضي عن البلاغ أو خلاف ذلك. لذلك لكم كل الشكر والتقدير. وهناك مقاطع كثيرة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا المركز، استفسارات تصل إلى هذا المركز ويتم استقبالها بصدر رحب منكم، فلكم منا كل الشكر والتقدير. محمد، أنا هنا أقف في هذا المركز وسط مركز العمليات الأمنية الموحدة، يقدم في هذه الفترة وخلال فترة الجائحة كان هناك تلقي اتصالات يتم خدمة حتى المرضى بالجائحة، يتم تبليغ الهلال الأحمر وتوجيه سيارة من الهلال الأحمر للتوجه نحو الحالة. والآن في المشاعر المقدسة تتكاتف كل الجهود في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة. فحقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله، الرجال اللي شغالين هنا يعني ما شاء الله لديهم الابتسامة دائمة على وجوههم. بلا شك جهد جبار. نعم، يشكرون عليه. كل الشكر لك أيضا، لك زميل بهاء عسكر من مكة المكرمة ولضيفك الكريم. هم يعملون بلا شك على مدار 24 ساعة من أجل توفير هذه الخدمات، الله يعطيهم الصحة والعافية، هم وجميع زملائهم العاملين في من مختلف القطاعات الحكومية، نعيد ونكرر دائما داخل المملكة العربية السعودية وتحديدا في الحج. شكرا بهاء، يعطيك العافية. كل إنسان معرض للسقوط من الأماكن المرتفعة لسبب من الأسباب، وتعتمد إمكانية إسعاف إنسان سقط على أول شخص شاهد ما قد حدث. كل دقيقة تمر على المصاب دون إسعاف تقلل من فرص هذا المصاب في النجاة. هذه فقرتنا اليومية، الدقائق تفرق، مع الهلال الأحمر السعودي. قد يتعرض الإنسان إلى حالة نسميها حالة السقوط، سقوط من الدراج، سقوط من أعلى، من مكان عالي. ماذا يحدث للإنسان إذا سقط من مكان عالي أو سقط من الدرج أو سقط؟ يصاب بإصابات متعددة، من أخطر هذه الإصابات هي الكسور. فتعريف الكسر هو انفصال في استمرارية العظم. أي انفصال في استمرارية العظم نسميه كسر. أي كسر يحتاج إلى تجبير، والجبيرة هي أي مادة تجدها تضعها في منطقة على منطقة الإصابة توقف تحرك هذا الجزء المصاب، فمعناته هذه جبيرة. ممكن أستخدم كتاب، ممكن أستخدم خشب، ممكن أستخدم أي قطعة بلاستيكية قاسية، أهم شيء أنها تكون قاسية، ما تكون لينة رخوة. لذلك نتعامل مع الكسر بالتجبير. طبعا في عندي نوعين من الكسور، إما كسور مفتوحة أو كسور مغلقة، وهناك نوع آخر نسميها الخلع، كذلك نتعامل معه كحالة كسر تحتاج إلى تثبيت وتجبير. والجبيرة من فوائدها أنها تثبت منطقة الكسر من الحركة، تخفف الألم، نستطيع أن نذهب بهذا الشخص بدون أدنى ألم. أخطر الكسور كسور الظهر التي يتأثر بها العمود الفقري من الفقرات العنقية حتى العصعصية. طبعا كلما كان الكسر قريب من الدماغ معناته حيكون أخطر. في الفقرات العنقية أخطر من الفقرات الصدرية، في الفقرات الصدرية أخطر من الفقرات القطنية، في الفقرات القطنية أخطر من الفقرات العصعصية. لذلك عندما نتعامل مع كسر العمود الفقري يجب تثبيت رأس المصاب أولا، ثم بعد ذلك تثبيت كامل جسمه. ويجب أن نسأله إذا كان واعي، هل هناك ألم في الظهر؟ هل هناك تنميل في اليدين أو في القدمين؟ هل هناك أي إشارة لإصابة العمود الفقري؟ إذا وجدت أي إشارة لإصابة العمود الفقري يجب أن نتحدث مع هذا الشخص المصاب. لا تتحرك، لا تتحرك نهائيا إلا إذا كان هناك خطرا محدقا به. يحرك بطريقة سلسة بسحبه بعيدا عن منطقة الخطر وطلب سيارة الإسعاف، لأن
الأشخاص الذين يستطيعون نقل المصاب بطريقة صحيحة هم رجال الهلال الأحمر في الإسعاف. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا بكم. كل شيء كان ميسرا. الإريتري محمد جمال وزوجته المقيمان في المملكة العربية السعودية يتحدثان عن سهولة الإجراءات المتبعة في الحج بدءا من التقديم وحتى الوصول إلى الأراضي المقدسة. نشاهد هذا التقرير من التواصل الحكومي ومن ثم نعود. معك محمد جمال من مواليد الرياض، إريتري الجنسية، وتم قبولنا للحج السنة هذه 1441 أنا وزوجتي. لنا تقريبا متزوجين سنة بالضبط الحين، والآن رايحين الحج. أنا أحمد ربي أني اصطفاني واختارني أني أكون من الحجاج السنة هذه. سبحان الله، والله أني ما كنت مخطط لها صراحة. قدمت عن طريق أونلاين والحمد لله تم قبول يعني الحج السنة هذه. والدي والدتي لما عرفوا بالخبر انبسطوا لي مرة صراحة، لأنه ما قد حجت في حياتي فانبسطوا مرة يعني. ما شاء الله تبارك الله، من يوم ما جيت كل شيء ميسر ومسهلني، من نزولي من الباص حتى وصولي للريسبشن واستلامي المفاتيح، والله أخذ لي من 5 إلى 10 دقائق بالكثير. الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف هي هيئة سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولها كيانها التنظيمي والإداري الذي تمارس أعمالها من خلاله ضمن الأنظمة السارية بالمملكة، وتخضع لإشراف وزارة الحج. لذلك ينضم معنا الآن من تلفزيون مكة المكرمة الدكتور رأفت بدر، رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسة أرباب الطوائف. دكتور أهلا وسهلا فيك، سعادة أن تكون معنا اليوم. بطبيعة الحال إذا ما تحدثنا عن حج هذا العام لم يأتي حجاج من خارج المملكة، لذلك ما هي طبيعة عملكم أو عمل مؤسسات الطوافة لهذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسي عليكم أخواننا والأخوان الأعزاء المشاهدين. دور الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف المطوفون والوكلاء والأدلاء والزمازمة في هذا العام دور تشريف بخدمة الحجاج، ومنذ صدور الأمر السامي الكريم بإقامة شعيرة الحج لهذا العام تم الرفع لمعالي وزير الحج والعمرة من قبل الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بأن تحظى الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وأرباب الطوائف مجتمعون مع جميعا بنيل شرف خدمة هؤلاء الحجاج في هذا العام الحج الاستثنائي. وحظي طلب الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بموافقة معالي الوزير، وشرعنا في ضمن فريق عمل بإشراف معالي الوزير الحج والعمرة ومعالي النائب وسعادة الوكيل والإخوة في المجلس التنسيقي لحجاج الداخل بتكوين فريق عمل لتنفيذ برنامج فعاليات موسم حج هذا العام الاستثنائي وفقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة والصادرة من وزارة الحج ومن وزارة الصحة والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة. تولت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف تجهيز المخيمات في مشعر مزدلفة ومشعر عرفات ولله الحمد، وأكملنا جميع التجهيزات والمتطلبات وجميع البروتوكولات ونفذنا في أرض الواقع في مقر سكن الحجاج في مزدلفة ومشعر عرفات الطاهر جميع البروتوكولات الصحية التي تضمن التباعد الجسدي بين الحجاج وعزم اختلاطهم. والحقيقة الهيئة التنسيقية بما تملكه من خبرات وملاءة في مجال تقديم الخدمة جميل للحجاج قدمت كل خبراتها في تجهيز هذه المواقع لكي تضمن
أداء الحجاج. جميل دكتور رافع. باليسر وسهولة إن شاء الله. جميل. ويحقق الأمن والسلامة لهم إن شاء الله تعالى. جميل. لكن في جانب آخر، ماذا عن آلية التنسيق بين مؤسسات الطوافة وأيضا وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن؟ في كل عام كما تعلم هناك تنسيق مباشر بين الهيئة التنسيقية ومؤسسات أرباب الطوائف الستة في مكة والأدلاء في المدينة والزمازمة في مكة أيضا والوكلاء في جدة، تنسيق مباشر لأنه جميعنا نعمل تحت مظلة وإشراف وزارة الحج والعمرة، ومع نهاية كل عام كل موسم حج نبدأ في الترتيب والتنسيق لأعمال الحج التي يعني يلي الحج. فهذا العام بحكم أنه هو حج استثنائي الحمد لله ربي وفقنا وأكرمنا بأن ما حرمنا من هذه الخدمة لضيوف الرحمن، وهناك تواصل وتنسيق مباشر مع وزارة الحج والعمرة من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتناغم لتنفيذ كل المهام والأدوار المناطة بكل عضو في هذا الفريق لخدمة ضيوف الرحمن وضيوف المملكة العربية السعودية والحجاج حجاج بيت الله الحرام. نعم. لكم مشاركات في مساكن الحجاج والمخيمات خلال إقامتهم في مكة والمشاعر في هذا في حج هذا العام؟ زي ما سبق وذكرت إنه لنا مهام، فنحن نعمل ضمن فريق بإشراف وزارة الحج والعمرة، لكل جهة من الجهات المشاركة أو عضو في هذا الفريق مهمة مناطة به لتنفيذها في فعاليات موسم حج العام هذا العام. مؤسسات الطوافة ممثلة في الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف تولت الجانب التنفيذ وتجهيز المخيمات في المشاعر المقدسة. طيب فيما يختص بالمبادرات، هل يوجد لديكم مبادرات قدمت لحج هذا العام؟ نعم، أولها أنه نحن طلبنا أنه يكون لنا شرف خدمة هؤلاء الحجاج في هذا الحج الاستثنائي، وأيضا بادرنا بطلبنا من مقام وزارة الحج ومعالي الوزير بأنه يكون لنا أوفر الحظ والنصيب في خدمة هؤلاء الحجاج بحكم أننا نعمل في مجال خدمة الحجاج من سنوات، وهذا أقل شيء نقدمه لهذا البلد المعطاء في هذا الحج الاستثنائي. نعم. وإن شاء الله نكون قد وفقنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينوبنا أوفر الحظ والنصيب من دعاء واستغفار الحجاج، وأن يثيب حكومتنا الرشيدة على هذا القرار الصائب بإقامة هذه الشعيرة في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم، وما هي وما إقامة شعيرة الحج هذا العام الاستثنائي إلا دليل على الحمد لله رب العالمين أن المملكة قادرة أن تنفذ جميع نعم الشعائر والمناسبات. نعم دكتور رأفت، احنا بدورنا نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك الدكتور رأفت بدر رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، كنت معنا من مكة المكرمة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم المشاهدين. يا أهلا وسهلا فيك. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج بسلام آمنين، حتى ألقاكم غدا في أمان الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لك الحمد، عادت إلينا الحياة وعادت إليك جموع الصلاة، وبيتك عاد له التائقون، وآمين صاحبها المسلمون، بشوق يهز الوجود صدى، وعاد الأذان بحس جديد، وكم كان يشدو بصوت وحيد، ويذرف خمسا شعور الغياب يعاد.